اوكي لكن اصول الاضويه جاهزين، الاضاءه جاهزه، حتى نشوف. عظيم، في ساوند، الصوت سمعيني. تيستينج 1 1، كمان عظيم. حتى نشوف الكاميرا مان والكاميرا مانيه والكاميرا جاهزه. عظيم. بعدين في عندنا نور وتمار جاهزين. جويس جاهزه. طيب لكينا اكشن. Oh,
مخرج جاهز؟ جيمي انت جاهزه؟ انا كثير جاهزه. بعد عم نسال اذا بلشنا خلص. ما قلت لي اضويه. اضويه سوري اضاءه. اوكي بنقول مساء الخير للمشاهدين. خميس جديد وحلقه جديده. نحن كثير مبسوطين انه نحن معكم على الهواء بهالمساء. رواد مش معنا اليوم، بنوجه له تحيه اذا كان عم يحضر. ان الله راد بيكون معنا الحلقه الجاي. انتم كيف؟ جاهزين. جاهزين كلكم منيح ماشي الحال؟ نشكر الله. حلقتنا اليوم مليانه لحدا اخذ لي ورقه يعني، بس بعرف انه مليانه من الترانيم للمواضيع للاختبارات. اليوم عم هديك الجمعه كان بدنا نقرا تيموثاوس الاولى بس ما قدرنا، صن الله راد هالجمعه بنكون عم نقراها. شو كمان عندنا؟ اكيد بس بدنا نشجع العالم اللي قرأت تيموثاوس، صرنا اسبوعين، اذا فيهم يبعثوا لنا اراء او اي تعليق او اي كومنت على الفيسبوك احنا اكيد رح نقرا على الهواء. اكيد. وكمان ما بدنا ننسى الاس ام اسات، وما بدنا ننسى كمان السكايب، وانه نذكر كل الاشخاص اللي بيحبوا يشاركونا، نحن كثير بنحب نسمع عنكم، واكيد اتصلوا فينا والارقام اكيد رح تبين قدامكم على الهواء. سو اليوم ان شاء الله نخصص وقت هيك مع السكايب، اشتقنا نحكي للاشخاص نشوفهم ونسمعهم كمان. طيب شو نبدا تيموثاوس او في شيء عندك تماري مع انه انت في بلش بأسئلة؟ مش اسئله، في بلش ب مسجز بمسجز اكيد. في عندي مسج اخت حابه تشاركنا. هلا انا لانه الموضوع شوي حساس فانا بفضل ما احكي الاسم وما يحطوا الصوره كمان، وما نحط صوره الايباد على. فرح احكي القصه، قصه هذه الاخت، لانه هي طالبه صلاه وطالبه من كل العالم تصلي معها. اول شيء مرحبا، هيك بتقول. انتوا غيرتوا طريقه تفكيري بحاجات كثير. انا بعثت طلب صلاه من اجل ابني المسافر مع ابوه، لانه كان في مشاكل في التسجيل لاني مسلمه وزوجي مسيحي. طبعا الحكومه الفلسطينيه اجبرت زوجي على الاسلام وغيروا ورقه، وكمان ابني برغم اني قدمت كل ما يثبت اني تركت الاسلام، لكن في ظل الحكم بالشريعه أجبروا زوجي وابني الذي يبلغ عام ونصف على الإسلام. صلوا بجد بدموع من كل القلب، نفسي في صلاة نارية منكم أنه الرب يفتح باب سفر لينا نعمل لجوء. عايزة أمارس حريتي الدينية من غير خوف. زوجي رسم صليب على جسمه بس بورقه هو مسلم، بجد حرام. ابني لما يكبر يدخل مدرسة على أساس أنه مسلم، كيف هدخله الكنيسة؟ حدا يحكي لي كيف ابني رح يستوعب الوضع. مش عارفة أكتب كل اللي جواي، مش عارفة أشرح الوضع، بس نفسي أحكي مع حدا على مشكلتي ويسمعني ويحاول يعطيني حلول. أنا كتير تعبانة، أنا مصرية وزوجي فلسطيني ومنعيش بالأردن، وضعي كتير صعب، محتاجة صلاة توصل لسما فورا. يا يسوع الحبيب، من أجل اسمك رح أتحمل كل الصعاب، بس يا يسوع اتطلع بابني، شو ذنبه يعيش هيك مأساة؟
يا يسوع يا حبيبي يا سيدي وسندي، أنا ما لقيت تقديرات على الأرض، أرجوك أعطيني تقديرات سماوية من عندك يا يسوع. بعتذر كثير على الإطالة، بس ما عندي حدا شاركه اللي في قلبه، سامحوني، بحبكم كثير ونفسي كلكم تحضنوني، نفسي أشعر بالمحبة من حدا والأمان والثقة، صلوا من أجلي. أكيد منا بحاجة إنها تعتذر صديقتنا، لأنه أكيد رح نكون عم نصلي لها، لكن نرجع نصلي لها بعد شوي. أكيد، وبدي إذا بدنا نشجعها نقول لها إنه بالنهاية الله بيطلع على القلب. صحيح. ما بهم شو ما كنا، أكيد يعني بالنهاية هيدا ما لازم يعمل لك ابدا حزن شو ما كان، بالنهايه الرب يعرف قلبك، انت عم تعيشي لإله، انت عم تعيشي لمجده، انت عم تعيشي انك ترضيه وتمشي حسب كلمته بالبيت. انت اذا انت وزوجك بتحبوا الرب، انتوا تكونوا عم تعلموا ابنكم واولادكم المستقبلي كمان الاخرين عن الرب، وهيدا هو المهم. والثاني ما لازم ابدا تشجعي، انت بدك تجيها ونحن اكيد كمان بنصلي لك. في رسالة رح تشجعكم، صديقة لنا طلبت الصلاة، إيفا من أستراليا، طلبت إنه نصلي وقتها من أجل صديقتها فادية، إنه الرب يوفقهم بالدراسة لأنه هن بغربة وعم يمروا بظروف كتير صعبة وبيدرسوا بعيد عن البيت. بترجع تبعت لنا من يوم السبت بتقول إنه بتشكرنا من أجل صلواتكم، ورب فعلا استجاب وحقق لنا النجاح في الدراسة أنا وصديقتي، وعدنا إلى المنزل مجدا لاسم الرب يسوع. اذكروا صديقتي وعائلتها، انا وعائلتي في صلواتكم، ربي يبارككم. اوكي، شكرا لك ومبروك على النجاح. بس نسيت اذكر انه هي من العراق وانجبروا انه يتهجروا. اوكي، متاخرين كثير بالعراق. تمام. صديقتنا لهيب حبت تبعث لكم سلام. بس لهيب يوسف هيدا لوريكا هون بيقول لك هاي لهيب، شكرا. اوكي، انا مبدئيا خلصت. اوكي، جيمي انت عندك كم اس ام اس تقريبا؟ في عندك كم اس ام اس، وبس في شغله حابه اقولها، انه كان في عنا الاسبوع الماضي كنا عم نفرجي ريبورتاج عن الكنيسه اللي عم تضطهد بالسودان، وفي شخصين من السودان حبوا يشاركوا اكثر. حدا من السودان بيقولوا: لكننا نعلم ان الله سيخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه، وستخرج كنيسه السودان اقوى وانقى لخدمه سيدنا ملك المجد، حيث ان كل اضطهاد للكنيسه تكون بعده نهضه عظيمه. امين. كمان شخص من السودان بيقول: الهدف الأساسي لهذه الهجمة هو إغلاق جميع الأماكن التي كانت تستخدمها الكنيسة للكرازة للآخرين، مثل عرض فيلم يسوع والنهضات التبشيرية للآخرين، حيث أن موقع الكنيسة في وسط أكبر الأسواق بمدينة الخرطوم. بقى عن جد مثل ما أنتوا عم بتشاركوا، هذا الشيء كثير بشجع، خصوصا لأصدقائنا من السودان، أنه عن جد دايما الكنيسة تطلع أقوى وقت يصير في اضطهاد، وبيصير في نهضة أعظم وعمل ومثابرة أكثر. بتكون نروح ترنيمة أو نبلش؟ نروح ترنيمة. يلا نروح ترنيمة، لكن نبارك الرب سترونغولدز، نرجع سوا. كما يشتاق الإيال إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، كما
لكن رجعنا من بعد هذا الكليب الحلو الترنيمه الاحلى رح من سترونج هولد. ثانك يو نور. شكرا. شفتنا مجروحه بتعرف ما فينا نقول شيء. رح ندخل بصلب الموضوع لحتى ما نلتهي بالرسائل بهذه الاشياء ونأجل تيموثاوس، فرح نفوت اليوم فورا ونقرا من رساله بولس الرسول الاولى لاهل تيموثاوس او لتيموثاوس، سوري مش لاهل تيموثاوس، لتيموثاوس نفسه الاصحاح الاول ورح نقراها بهذا الوقت. بتقول: بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاءنا، الى تيموثاوس الابن الصريح في الايمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس، إذ كنت أنا ذاهبا إلى مقدونيا لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل، يريدون أن يكونوا معلمين ناموسي وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه. ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا، عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنيسين والمستبيحين، لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، لقاتلي الناس، للزناة، لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، للكذابين، للحانثين، إن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي ائتمنت أنا عليه. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات، مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، آمين. هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا، الذين منهم هيمانيس والإسكندر اللذان أسلمتهم للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. آمين. أمين. شو بدك تمار نعمل؟ بدك نروح على التفسير؟ يس نروح على التفسير. نروح على التفسير لكين ونرجع بنجي بنعلق على الموضوع. التعليم الصحيح. أوصى الرسول بولس تيموثاوس أن يحفظ الإيمان المسيحي بالتعليم الصحيح وأن يكون قدوة في الحياة المستقيمة. وكان على تيموثاوس أن يقاوم المعلمين الكذبة الذين كانوا يبعدون أعضاء الكنيسة عن عقيدة الخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع وحده. يجب أن نعرف الحق حتى يمكننا الدفاع عنه، ويجب أن نتمسك بالإيمان بأن المسيح جاء ليخلصنا، ويجب أن نبتعد دائماً عمن يطعون كلمات الكتاب المقدس لأهوائهم الخاصة. العبادة العامة. يجب رفع الصلاة في اجتماع العبادة العام على أساس الاتجاه الصحيح من نحو الله ومن نحو المؤمنين رفقائنا. يجب أن نظهر الأخلاق المسيحية في كل جوانب العبادة، فيجب أن نتخلص من كل غضب وغيظ ولباس غير محتشم يمكن أن يشوش على العبادة أو يفسد وحدة الكنيسة.
فكان سمعنا هيدا التفسير بصوت رواد، رواد معنا بالحلقة معنا بالحلقة هو مسجل هيدا الشيء بطريقة غير مباشرة بطريقة غير مباشرة انه هيدا التفسير والشيء اللي رح نشارك فيه او على الاقل انا رح شارك فيه موجود ماخوذ من التفسير التطبيقي اللي هذا الكتاب الكبير بتعرفوه كذا يا ما فيش جايبينه من عنا لكن نحن محمسين يا تمار انه نسمع شو بدك تشاركي انكبت علي اوكي لفتني اول شيء انه تعلمت باللاهوت لما بدي ادرس اي مقطع لازم اعرف انه هذا المقطع مين كاتبه ولمين موجه وكي شو سمه هدول الاشخاص فاول شيء اكيد كلياتنا بنعرف انه تيموثاوس كاتبه وتيموثاوس حدا صغير بالعمر مثل ما بنعرف انه حدا كتب لاتيموثاوس انكتب سوري بولس لاتيموثاوس وتيموثاوس هو حدا شو بيقولوا صغير بالسن يعني انكتبت موجهة هيدا يعني هيدا المكتوب هو موجه للمؤمنين مش للغير مؤمنين مش للأمم يعني وحتى تدعى رسائل رعوية تيموثاوس انكتبت ليش مثل ما شفنا واحدة من الأسباب مواجهة التعليم الكاذبة اللي طلعت بهداك الوقت هلأ إذا بنحكي شوي على مدينة أفسوس مدينة أفسوس كانت مدينة كبيرة بالإمبراطورية الرومانية وكانت مركز للتجارة والسياسة وطبعاً بس تكبر وتعظم المدينة تكتر الخطية وكان في تعليم كاذب بهداك الوقت بيقول هيدا الشيء اللي قريته بالكتاب كان في بدعة طلع بهداك الوقت إنه لحتى تكون مقبول أمام الله لازم ترضي الملائكة فالفرجي إنه كانوا هدول اللي عم يحذر منهم بولس هدول العالم اللي بعدت مثل ما سمعنا صوت ريكو عم يقول بعدت عن كلمة الحق ودخلت بجدالات مثل ما بيقولوا مجادلات فارغة إذا بنقرأ تصل لمحل يعني أي إذا بنقرأ 6 و7 الأمور التي إذا زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمين ناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونهم وبرجع بيقدم لك خلاصة بيقول إنه نحن هلأ بهذه خصوصاً بأوقاتنا هلأ في عنا كثير فرص لحتى ندخل بمجادلات تعد نوعاً ما عقيمة أو تعد هي بتعمل questions أو تعمل أسئلة أكثر من إنه تقدم إجابات فبقولك إنه بعد عن هذه المجادلات اللاهوتية اللي ممكن إنه ببين بالأول إنه إيه ما في مشكلة إنه أنا فوت بجدال مع جويس على موضوع لاهوتي معين بس من رأي لرأي لندخل آراء وكل شخص معرض سامع آراء كتير فلما تنحط هيدي الآراء كلها رح توصل لمرحلة لو أنت منك كتير مغروس بكلمة الرب لو منك مختبره رح تلاقي حالك بلشت تبعد فهيدا التحذير توجه للمؤمنين إذا بنشوف حتى مش لغير المؤمنين لأنه غير المؤمنين بيكون جوا دافع كتير كبير ليعرفوا الرب هلا مثل ما بنعرف انه بس تختبر الرب بحياتك بس تختبره فعليا ما في شيء ممكن تسمع عنه يخليك تبعد بس طالما بس المؤمنين بشكل عام خصوصا انا رح احكي عن حالي الشخص اللي ربي بالكنيسه وصلت لهيدي المرحله بالوقت اللي قررت ادخل بمجادلات صرت اسمع كثير اراء وصلت فيها لمرحله العلمانيه وصلت فيها لمرحله انه صار بدي منطق صار بدي افسر صار بدي اوصل ايه صار بدي تماما حتى صار بدي حلول موضوع لخبطني لحد لوقت ما وصلت واختبرت الرب بطريقه عمليه هون يعني لحد هلا في اسمع اراء بس ما بقى بفوت بهالجدال لانه بالنسبه لي هل بسال حالي هالسؤال هل هالجدال او هل هالمعلومه اللي عم بسمعها حتغير ايماني حتبنيني هون بقول بنيان الله تماما حتبنيني هل حتاثر على رسالتي وشهادتي قدام العالم اكيد اذا كان جوابي لا ما في داعي اني لا فوت فيها ولا حتى اتناقش فيها بدي احكي شوي عن بس لحتى اكد موضوع التعليم الكاذب هيدا الشخص اللور اللي ما عرفت تقرا اسمه موجود بهيمنايوس يمكن موجود بعدد 20 اوكي ومذكور كمان بتيموثاوس الثانية هو واحد من المعلمين الكذبه اللي كانوا بينكروا قيامه الاجساد كانوا بيعتقدوا وقتها كانت البدعة اللي طالعة بهداك الوقت انه الشخص بس يصير مسيحي فهو ولد روحيا فهي القيامة الثانية فهيدي البدعة اللي كان عم بيتحارب فيها وعم بيقول انه اسلمهما للشيطان لكي يؤدبا وحتى لا يجدفا لحظة اوكي في سؤال بيقول انه كيف فيك تكتشف تعليم كاذب يعني اذا انت قاعد بمحل ومثل ما الكتاب بيحذرنا انه في رح يجي وقت من الاوقات ورح يطلع ناس عم تعلم تعليمات كيف
كيف فيك تكتشف؟ هلا قبل ما احكي انا النقط اللي اخذتها اللي طلعتها، بحب اسالكم بالاول يعني اذا في عندكم طريقه او شيء معين تكتشف فيه التعليم الكاذب. هو بعتقد بالنسبه لي بكل بساطه اخذ هالمعلومه يلي عم تتعلم واخذها على ضوء الكتاب المقدس، لانه هيدا هو انا بعتقد سبقتك، لانه هيدا هو الدليل، هيدا هو كتاب الحق. يعني انا كل شيء هيدا تعلمتها مع الوقت، كنت دائما كنت شو ما اسمع اخذه واخذه واخذه، بس بعدين فكرت انه هل يا رب هيدا هو تعليمك؟ هيدا انت الشيء اللي بتريده؟ هيدا انت الشيء اللي بتعلمه؟ بتعرفوا حتى انا اوقات وقت اشارك اشياء او بكون عم خبر اشخاص وبعرف هيدا من الكتاب، من الكتاب المقدس، بس الشخص اللي قدامي منه كثير مقتنع بجوابي يلي انا اخذته من الكتاب المقدس، بقول له بتعرف ما تسمع لي، روح افتح الكتاب المقدس وشوف بحد ذاتك يعني لحالك. سو انا بعتقد بالنسبه لي كل شيء بحطه تحت ضوء الكتاب المقدس، اذا بيغالط ما او مش بيغالط سوري بيجي كان مضاد له اكيد هيدا تعليم كاذب، واذا كان معه مثل ما هو عم بيعلم حسب الكتاب المقدس هيدا تعليم حق، تعليم صحيح. هيدي القاعده العامه تقريبا اللي هي كل شيء، انه غالبا الناس اللي بتستخدم التعليم الكاذب، بدنا نحكي عن يومنا الحالي، هو حتى بايام يمكن كان عم يحكي عن ناس كانت عم تستخدم الناموس او بطريقه مغلوطه او شيء، بس اذا اليوم بدنا نطلع على الناس كيف بتستعمل الكتاب المقدس، ايام بتلاقي ناس بتاخذ ايه من جزء وبتاخذ وبتعمل عنا مبدا وبتجي. بس هو دائما المبدا الاول بالنسبه مثل ما انت قلتي انه شخص بياخذ ولما بيسمع مبدا غريب لاول مره حدا عم يناقشه فيه، بس بيقول لا انه الكتاب المقدس هون حاكي كذا شيء عن نفس هذه النقطه، ليش هذا التناقض موجود؟ ما بيصير يكون موجود. ايام انا شخصيا بلجا اني اسال ناس بثق برايهم روحيا، بلجا اني اروح احكي مع حدا بثق برايه الروحي، شايف انه هو شخص عارف بالكتاب المقدس، دارسه بشكل منيح، فبلجا وبقول له سمعت هيك، شو رايك انت؟ شو في كثير اشياء بهيدي الايام هيك بنروح بنسالها وبتفيد معلومات بنكون غافلين عنها، بنسمعها هيك شغله صغيره وبنصير بتصير عندك بتلاحظ بحياتك كمؤمن في اثنين او ثلاث اشخاص متعمقين بالكتاب المقدس، مقضيين وقت بيدرسوا، في ناس حتى على التلفزيون بتشوفيهم معروفين انه هن بيدرسوا الكتاب المقدس بالحرف، بيعرفوه يعطوك كذا، فبروح بقرا لهم لاعرف شو رايهم بهيدي المواضيع لارجع، لاني هن الناس مشهود لهم انه هن الناس عم يعلموا الكتاب بطريقه صحيحه. هيدا انا هيك. بس يمكن اهم شيء انه حتى هدول الاشخاص المشهودين انه تعطي حالك فرصه انك ترجع وتفحص هيدي الكلمه أكيد. لانه مثل ما انت قلت انه في طلع شيء باخر فتره هو المبادئ اللي عم تتاخذ من ايات الكتاب المقدس، هذا جاي نتيجه التفسير الغلط للكتاب المقدس. فهذا شيء كثير مهم، يمكن الناس عم توقع فيه بالغلط، يمكن احنا كنا من الاشخاص اللي وقعنا فيه، اخذنا ايه سمعنا انه هي بتبني قائمه على مبدا فصرنا نطبقه، فلازم تطلب. يعني انا سمعت كلمه مره من قسيس انه اي شيء بتحضره، اي كتاب تقرا، طلب ارشاد الروح القدس قبل ما تقرا وانت عم تقرا، وساعتها الروح القدس بيعمل مثل فلتر، بدخل الاشياء اللي لازم انت تاخذها، والاشياء الثانيه بيحط لك تساؤلات عليها، بتصير انت بتبحث عنها اكثر لتكتشف الحقيقه. انا مثل ما قال هو كمان بدول انه بدنا ننتبه انه مرات نحن بنشوف في منا كثير معلمين كذا عندهم الوف الناس بتحضر مؤتمراتهم، بنشوفهم على هوا بقول ليك ما اذا رب مباركه، لكن ما حد ما يكون معيارنا انه في عنده ملايين وعنده بيكتب كتب وهذا، لانه كمان في كثير خطوره فيها، هيدي رقم واحد. شغله ثانيه انا بقول انه على فكره انا اذا من النوع اذا شفت كتاب عم بقرا كتاب انا لاستفيد روحيا ولقيته خبص مره وخبص، يعني من اول مره بلش احط ثاني مره بسكره، يعني ما بقول هيك لاخذ منه شو صح شو خلص، انا بلاقيه بعتبر انه معلم عم يخترع من 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 ذوقه بكثير محلات، انا ما بكفي هيدي. انا نصيحه وبنصح انه اذا شفت شيء غلط ما تكفي، لا جرب روح خذ الصح، خذ كل الصح من واحد معلم صح، مش ما عادش بتعرف شو الصح شو الغلط. بس انا بدي اقول شغله زياده كمان، انه بقول محل ما الكتاب ساكت عن موضوع نحن نسكت عن موضوع. يعني مرات نحن في ناس الكتاب المقدس مش حكي عن موضوع معين، انه مثلا شو بيصير ما بعرف مثلا شو بدي، شو في شيء الكتاب المقدس مش حكي عنه، مش حكي عنه بالاسم يعني مثلا هلا نحكي عم نحكي عن الخليقه، انه الخليقه صارت بست ايام مزبوط يوم، او انه بالوف سنين، او اذا الكتاب المقدس مش حكي عنه ساكت عن الموضوع ومفسر هالقد قايل هيك، انا بالمحل ما في اقعد قد ما اقعد حلل ما لازم انا اسكت، مش معناتها انا انه
الساينس ما بدنا نفوت بالعلم وهيك. ونتذكر اول شيء انه الكتاب المقدس مش كتاب علوم يعني صح. بس لانه لا ولا مره الساينس والكتاب المقدس حيكونوا مختلف، يمكن بنشوف هيك لنكون عرفنا زياده بنقول لا انه متفقين. بس انا هيدا بقوله انه اذا بمحلات الكتاب ساكت، يعني اذا الكتاب المقدس ما بيقول لي ما تعملي هيك او اعملي هيك، وانا ما اقعد افسر على ذوقي كمعلمه اقول ما الكتاب المقدس ساكت عن الموضوع، وعاطي الحريه للانسان حسب اكيد روح الكتاب المقدس، حسب روح الرب، يعني نعرف شو اللي بليق والما بليق للمؤمنين. فانا ما لازم فوت واقول هيك وهيك، لانه بكره انا برجع بغير كلامي وبتغير العصر بطلع انا الغلطان. حتى يمكن اغلب هلا بالمبدا الكتاب المقدس ما فيه تناقض، بالاكيد انه ما فيه تناقض، بس الاغلب الاشياء اللي بيصير فيها اختلاف بالتفسير هي الاشياء التفسيريه. يعني مثلا صحيح. مثل رؤيا يوحنا، رؤيا دانيال، هيدي الاشياء التفسيريه، والاشياء اللي صايره مثلا بالنبوءات المكتوبه بحزقيال وباشعياء، والناس اللي بتقول هيدي صارت ولا عم تصير ولا عم ترجع تصير ولا شو عم يصير، كل حدا بيعطيها فكر، كل حدا بيعطيها شيء. هون في كذا مدرسة، يعني هون انه الفكرة، لما انا حكيت الفكرة انه في كذا مدرسة، وبالنهاية يمكن ولا مدرسة منهم فينا نضل نخترع مدارس. اكزاكتلي، فينك تضلي تخترعي مدارس، ويمكن ولا مدرسة منهم تقنعني وتعطيني الجواب الشافي. يعني كل مدرسة ممكن اقراها وتحسسني انه منطقي كلامهم، ما فيه شيء غلط كلامهم، بس الكتاب هيك بيقول. بالنهاية المرجع الأخير هو الكتاب، يعني المرجع الأخير لنا هو هيدي الكلمة. ومثل ما قالت جويس، يعني انا في كثير اشياء ايام هيدي التفسيرية بالذات بقراها وبوقف عندها، انه اوكي انا ما عم بفهم شو الفكره، يعني انا ماني فهمان شو اللي بده يصير، ماني قادر افهمها، قريتها بالتفسير وجربت اقرا وجربت ابحث ودور عنها، ما عم بقدر، يمكن الروح القدس ما عم يضويها بعقلي هلا لحتى افهمها بشكل كامل. بس بالنهايه مثل ما قالت، مش بالضروره كل شيء نحن نعرفه. صحيح. اللي محتاجين نعرفه نحن عارفانين، وعارفانين الحق، نحن عارفانين شو في عنا جوا. فهيدي تشجيع، هلا عم نصدق عليك شيء خلص. بس انا كان بدي اضيف اقول انه اتذكر انه كتابنا منه كتاب علوم ولا كتاب فلسفه ولا كتاب منطق، يعني بالنهايه كنا عم نحكي للناس اللي كتبوه شو هن، صياد صح. راعي غنم، هدول الناس اللي كتبوا دكتور. فعم يستخدموا دكتور، عم يستخدموا صح، عم يستخدموا اي بس طبيب هلا يا طبيب بس دكتور دخل دكتور بس طب العربي عم يستخدموا اللغه البسيطه، عم يستخدموا شو شافوا هن بهداك الوقت. اكيد الشيء اللي كان مكتشف بهداك الوقت ومخترع، مو مثل الاشياء اللي احنا هلا عايشين فيها. يعني تخيل هلا حالك اذا تكتب الكتاب المقدس وتقول مثلا كل العالم، بدك تصير تفكر مليون مره قبل ما تقول كل العالم، انه هلا العالم بالنسبه لك تم اكتشاف العالم شو صح. هو وكرويه الارض وهالقصص. فبدنا ننتبه انه ما نعمله، وانا سمعت هالكلمه وكثير علقت بي، ما نعمله كتاب منطق. نتذكر انه الحكمه اللي كتب فيها هذا الكتاب مش مثل اي حكمه، يعني بقول انه the foolishness of the world، يعني جهل العالم، جهل العالم، يعني او نحن بنشوفه اذكى شيء لانه فهمانينه هو جهل بالنسبه لهالحكمه. يعني نحن ما لازم نشوفه كتاب علوم وهيك، بس في قوه اللي هي مختلفه جدا عن كل هالقوه اللي هي بتغير حياتنا. فانا اذا عرفت انه انخلق العالم بنهار او بعشره، هذا ما حيأثر على خلاصي، ما حيأثر انه المسيح نزل ومات كرمال خطاياي وانا محتاجه اقبل هالخلاص. فهدول بصيروا احاديث يمكن نتسلى فيها اذا بدنا هيك بين بعض، بس انا نطلع نقعد نعلم مثل هدول اللي اخر شيء بقول انه اسلموا للشيطان، يعني ليك لما هالقد خطير، مش هالقد لانه هالقد خطيره، خطير الوضع. يعني ما فينا نقعد نلعب ونعلم. عشان هيك انا بقول انه واحد عم بزيد على كلمه الرب بكتاب لقيت غلطه، خلاص يعني شلته حطيته على جنب، مش مضطرين نحن نغسل افكارنا بامور اللي هي بشريه، كل واحد بيخترع افكار اللي هي مفترض الرب. هلا جويس، انا كنت عم فكر انه مثل ما قلتي مش غلط الواحد يقعد ويصير، في كثير اشياء عندنا تساؤلات، يعني قد ما الواحد يكون بالايمان، قد ما يكون قاري، في كثير اشياء تساؤلات والجواب منه واضح بالكتاب المقدس. بس انا اخذت قرار شخصي، قلت يا رب كل شيء مثل ما بيقولوا اللوجيك او المنطق ما بيقدر يفسره، انا بدي اخده بالايمان. وهذا هو ايماننا، هذا هو ايماننا، امور لا يعني ترى، بامور لا ترى، بعبرانيين هذا هو الايمان، هذا هو. سو بعتقد الاشخاص اللي عم بيفكروا وعم يبلشوا يبلوروا انه شو هيدا حق هيدا مش حق هيدا صحيح، عم بحكي الاشياء اللي منا كثير واضحه بالكتاب المقدس، هيدا هو هون عامل الايمان. وبتامل انه كل واحد يختبر هيدا الشيء، لانه جويس انت مثل ما قلتي لب
إيماننا هو يسوع المسيح وخلاصه وفدائه ومحبة الله للبشرية وهالخطة الخلاص يلي كان عملها من قبل تأسيس العالم. هيدا هو مشي تاني ممكن هالقد يأثر بإيماننا أو بحياتنا، ما لازم يأثر بهالدرجة. سو هيدا هيك تشجيع لأنه من خبرة شخصية وواحد إذا بده يصير يكتر الأسئلة خلاص بيضيع. هيدا الشيء اللي كان عم بحاول اقوله، انه نحاول انه ما نفوت بمجادلات بعدنا عن لب الرساله اللي هي شخص الرب يسوع المسيح وعمله الفدائي على الصليب. في انا اقول لك كمان هيك نقطه كمان صغيره على الموضوع، انه اذا انا بدي يعني بطلع بهالكتاب بقول انا بوافق بهاي وما بوافق بهاي وهاي ما بتعجبني وهيدي ما بعتبرها منطقيه، انا كانسان ما لي حق، يعني ما فيي انا نقي ايماني ونقي الايات اللي بتعجبني اقول انه هاي بفهمها هاي منطقيه بقبلها، بس هاي ما بقبلها هاي ما بفهمها هاي ما بقبلها ما بنقيها. هيدا مش مسموح يعني بايماننا وب نحن يعني بايماننا المسيحي وكتابنا، لانه كتاب هو مو حبيبي من الله. ومش انا بقعد، في مره حدا قال شغله كثير حبيتها، قال انا بجي على الكتاب بقول انا بدي اقراه، بس بقول هدف الكتاب انه هو يقراني، يعني انا ما بجي بماي اون بقول انا هيك لشوف شو فيه يفسره، كيف هو فيفسرني، كيف هو فيغيرني. مش انا ات واز فيري نايس انا كنت اجي على الكتاب بقول اوكي بس انا احط افكاري عليه، بس مش هيك انا بجي على الكتاب انا بافكاري المسبقه وجرب ظبط اللي انا بشوفه هون، بل بالعكس هذا اللي بشوفه هون لازم هو يطبق افكاره علي. هذا بيعمل كثير فرق بقراءه الكتاب المقدس وبفهمه. سو انا اللي ما بفهمه بقول يمكن بكره يمكن بعد بكره افهمه، يمكن بعد 10 سنين يمكن ما افهمه. ايه بس مش بصير انا ليك انا هيدي الايه اللي بيقول احبوا حب قريبك كنفسك بحبها، بس احب عدوك انا هيدي ما بحبها، مع انه قريبك بالنهايه شو بنعرف يعني شو هي. بس اتس فيري امبورتنت، اذا في شيء ما بعرفه قول يا رب هلا متكلي عليك لكون عرفته بركي بالسما، بس مش قول انه انا ما بوافق عليه والا كمان في شيء مش مظبوط. عالشي اللي عم تقوليه كمان الاشي اللي بناخده وما بناخده، يمكن هيدي اكتر شيء بتعود على تفسير اللي نحن ببساطتنا بناخده اللي هو بنفسر الكتاب حرفيا مثل ما هو مكتوب. يعني في كتير ناس بتاخد، انا كتير اجاني ناس هجموني بايات موجوده بالكتاب المقدس وقفت يعني بالفتره قبل اول فتره قبل ما اتعمق والرب يتفاعل بحياتي وقفت ساكته ما بقى شو بدي اقول لهم. يعني انا اعطوني ايات اوف هذا الكتاب المقدس هيك بيحكي. بعدين لما حضرت كورس على تفسير الكتاب المقدس قد ايه مهم انه مثل ما هلا رجعت قلت انه هذا الكتاب يا جماعه كتبوه رعاة، كتبوه دكتور، كتبوه ناس بسيطه عاشوا ببيئه بسيطه ما في اقعد اخده حرفيا. صح. انا في يعني في يعني نشكر الله انه صار في هلا كثير ناس كتبت، في امور بدنا ناخذها حرفيا ايه في امور فعلا. اكيد هلا في الرسائل الواضحه بنعرف انه مثل وقت اقول قصه مثل لا ما قصدي هيك. انا قصدي كتعاليم ما حناخذها، لاكيد في اشياء جوهريه ما فينا ابدا نلعب فيها، بس انا قصدي الاشياء اللي عم نتناقش عليها مثل تعليم بولس يمكن لرسائل شو لازم يعملوا طرق العباده وهالقصص ما فينا ناخذها حرفيه ونطبقها لانه ما يعني ما انكتبت اول شيء لا ايه كان بزمن مختلف. هيدي في مدارس صحيح انا ايه في اشخاص ممكن يقولوا لا هي بدها تطبق مثل ما هي، وفي اشخاص بيقولوا لا ما هيدي كانت ثقافه او حضاره حسب الحضاره يلي كانوا فيها. بس هيدي مثل ما قالت جويس فيها تماما، بس بدك تطبقيها حرفيا بدك تشوفي انه الكتاب المقدس متناقض، لانه محل بيقول شيء محل بيقول شيء لو بدي اختها بهذه الطريقه. ف جوزي هلا نحن فتحنا مدارس هون في عندنا كل واحد عنده مدرسه. انا كل اللي كان قصدي اقوله انه هلا صار في شيء اسمه تفاسير للكتاب، في اقرا في مثل ما قال نور دور على الكتب اللي هي الاكثر مبيعا اكثر انتشارا، في ببساطه قبل ما اقرا يكتب مثل ما انت قلتي صلي واطلب ارشاد الروح اذا كتاب حسيت فيه اشياء عم تتعارض. لا واحده من النقط عم اقول كيف بكتشف تعليم كاذب، انه بس اخذ هيدا التعليم بصير عندي تساؤلات اكثر، فبس صار عندي تساؤلات بصير التساؤلات والمجادلات بدل من قياده الناس الى المسيح. يعني بدل ما هالكتاب يقودني لشخص المسيح عم بيخلي عندي اسئله، فلا معناتها هذا كتاب غلط لازم سكره وما بقى اكفي فيه. فانا هيدا قصدي انه صار في عندنا تفاسير، صار فينا نقرا، صار فينا نتعمق اذا بدنا لاهوتيا. وفي ناس ببساطتها بتاخذ الكتاب مثل ما هو، وانا هيدا الشيء كثير بحبه بخفف التعقيد. يعني انا كثير بحب الناس اللي بكل بساطة قلبها بتاخذ وبتعيش الإيمان وبينه وبين الرب وما بتفوت بهالأمور، وبالنهاية الرب عارف قلب كل واحد وشايف كيف كل واحد عم بيعيش. أنا بحس إنه أنا أول شيء بآمن إنه الكتاب المقدس هو أو المسيحية مش بس الكتاب المقدس هي شيء بسيط أنا بحبها لبساطتها، ما بحبها لتعقيدها، ما بحب التعقيد اللي اليوم
ايام بنجرب للاسف كمؤمنين نظهرها بهالطريقه المعقده. انا بحب الايه اللي بتقول انه الحرف بيقتل والروح بيحيي. مش معناتها انه انا هلا عم اقول انه في اشي ما بدي اخذها بالحرف، بس ما فيني انا 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 هيك شخصيا هيك بفكر هلا، لا عم فسر ولا عم بعمل شيء، بس انا هيك بفكر في اشياء مثل ما قالت تمار بدنا نراعي ليش انكتبت ولمين انكتبت وليش باي وقت انكتبت وليش الظرف اللي انكتب فيها. وبنفس الوقت ما معناتها هذا الشيء اني اتساهل على كثير اشياء. صحيح. انا فهمان الناس اللي بيجوا بيهاجموا تمار، يعني هدول الناس بنسميهم جماعه يا اولاد الافاعي اللي اللي هيم سبه كتابيه، عرفتي هيك بهالمبدا، عرفتي انه يا اولاد الافاعي، مش هيك القصه، مش هيك الكتاب، مش لهالدرجه، وبنفس الوقت ما بدي اتساهل فيه. فهيدا الاعتدال اللي بدنا ندور عليه. حتى بسليمان بكثير محلات ماني متذكر الايه اللي بيقول انه من كثره المعرفه بتولد جهل او يعني بكل بكثير بالامثال المعرفه ما بتخلص تماما. ايه تماما. انه بالامثال حتى سليمان انه عرف كل شيء، كان عنده حكمه وكذا، وصل لمرحله قديش كان الرب مباركه، راح ترك وراح قال لك بدي ادور بدي اعرف بهذا العالم، وصل لمرحله باخر شفت سفر جامعه كنت عم دور عليها وما لقيتها، كتب انه الكل باطل الكل باطل. ايه فما في ضروره انه انا بحس انه هيدا الشيء اللي حتى حكاه هون بولس، انه هيدي مجادلات مباحثات دون بنيان الله. يعني هيدي الاشياء ايام اللي بتصير المباحثات دون بنيان الله، مثل الناس اللي اليوم نحكيها بقى بصراحه، مثلا مثل الناس بيحكي موضوع المراه بالكنيسه بمحل بيقول فلتصمد بمحل انه شو هيدا مثلا انه شو. طيب هلا اوكي، يعني هلا منوقف كل حياتنا كمؤمنين عند هيدي النقطة؟ منوقفها كلها عند هيدي النقطة انه هيك بولس الرسول قال بمحل معين فلتصمت نسائكم، فيا بتقبلها يا يعني بهيدي الطريقة. انا بحس انه نحن عم نحد هيدا الكتاب اللي هو اكبر بكثير من نقطة صغيرة. مزبوط. واللي بده يقبلها يعني حسب الروح مثل ما بقول بولس بيقبلها مثل ما هي، واللي بيقول لا هيدي حضارية حسب الحضارة يقبلها. يعني ما بتوقفني عن انه يسوع مقابل فيها. صحيح. مش رح تناقض ما فيها شيء. هلا انا سوري نور، دائما مثل شيء كثير بحبه انه الكتاب المقدس كثير واضح بمبادئه، بس طريقة التطبيق بتختلف. مثل ما كنا عم نحكي انه كل 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 ممكن شخص يقرا فلتصمت نسائكم في الكنيسة كمبدا، طب بس تطبيقه بيكون مختلف. سو بعتقد هيدي هي المشكلة بركة ضمن حتى ضمن المسيحية بحد ذاتهم، وقت تختلف التطبيق وهون بيختلف. مثلا انا بفضل هيدا التطبيق، انا بفضل هيدا التطبيق، انا بفضل هيدا التطبيق. سو بس هو كم مبدا، في مبدا اساسي بنلحقه بس تطبيقه بيكون مختلف. What you're saying is right. كمان بدنا ننتبه انه وقت نقول انه انا بفضل، يعني كمان بدنا معك حق انه لانه مش نحن هو اله، نحن نحن يعني بدنا قد ما في يا رب، يعني بدنا نكون خاضعين لروح الرب اللي فينا بكل حكمه. اكيد صح. بالنهايه يعني مش عم بقول انه ما في شيء اجباري، الرب بيعرف بالقلب اذا انا عم بعمل شيء لانه اجباري مفروض، بس يا رب انت شو بدك. يعني انا يمكن بفضل انه احكي بالكنيسه بس لا، اذا الرب قال لي هيك لازم اصمت، او بالعكس انا بفضل اصمت بس الرب اعطاني قال لي انه احكي. فهي بالنهايه هو بشكلنا مش نحن ويبيك اند شوز. وبدنا ننتبه بس هيك كان لنرجع على الاساس بهذا الموضوع، لانه كمان صرنا كل واحد منا لانه ما بيخلص. اكزاكتلي انه بالنهايه شو هي الثبات بالمسيح. بدي ارجع ليوحنا 15 اللي قريناه من قبل، بيقول انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. يعني عم بيحكي شوف كلمه الرب كيف بتنقينا، انتم انقياء بسبب الكلام. والهدف من كل شيء بقول اثبتوا فيا وانا فيكم، كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمه، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا. برجع بقول الذي يثبت فيا، هي المهم انه نحن ما نحن المسيحيه او المسيح ومنه عقيده ولا فكر. وانا يعني في ناس ليش في ناس كنايس بتفترق او اصحاب بيختنقوا لانه على فكره، بس من ناحيه نحن ما مش 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 الهنا فكره ولا انا عقيده انا لاحقك، انا لاحقه شخص. فاذا كلنا هدفنا انه انا اثبت بالمسيح، انا مهم اثبت بالمسيح، اذا انتم بتثبتوا فيه انتم بتعطوا ثمر. هيدا بيكون هو يعني كانه عم بيرجع تيموثاوس انه بكل هيدول اثبتوا بالمسيح you'll be in a safe place، حتكون بمحل آمن. ف يعني هاي يمكن إذا we have to conclude you know this، إنه أنا ما أخترع حيلا أفكار من راسي unless أنا أكون معلمة، ولا أقول اطلع قول عمول هيك ما تعمل هيك وما لازم نعمل هيك unless أنا عن جد دكتور
نمبر 1 وحتى لو في دكاتره بتخبص بس انا كنت ثابته بالمسيح لاعرف شو اقول مزبوط. اساسا جويس اللي عم نحكي عليهم كلهم بس لنرجع نعيد ونوضح لكل الناس اللي عم تشوفنا كل اللي عم نحكي عنه كل المبادئ انا هذا رايي وهيك لحد الان ما صادفتني قضيه جوهريه. جوهر الكتاب واحد ما في خلاف فيه. صحيح. جوهر الكتاب وجوهر القضية اللي هي مسيح والوحدة والخط اللي ماشي فيه الكتاب من تكوين لرؤية، هيدا التسلسل الزمني وهيدي الطريقة اللي مكتوب فيها والنبوءات والرب أراد وكيف تحققت وكيف الرب أرادها، ما في حدا فين يغير فيها شعرة لأني ولا فينك تتناقض لأنه هي جاية مرتبة وسلسلة بطريقة جدا موجودة. الخلاف على الأشياء اللي نحن عم نحكي عليها هي ثانوية واللي نحن يعني نحن شكلنا كبشر منحب الأشياء الثانوية منحب الأشياء اتصال بعد الديتيل تعرف اللي أنا نتهي عن الأساس والمحبة والبنيان بالمسيح يعني وهيك ومشان هيك نحن بنفترق على كل الحوال. خلص بعتقد سكرنا هذا الموضوع الحديث. هلا انا كنت حابه اقول شيء عن كمان عن التعليم الكاذب بس ما بدي اكون عم سبق تمام سو راح اترك فكرتي لبعدين وراح خليك تكملي بالتفسير. شو رايكم بعد هالحديث السخن والشيق نطلع كليب لحتى نسقع شوي. اوكي هيل سونغ اوكي امين. Yeah.
كان سمعنا هذه الترنيمه الحلوه يلي اسمها سالفيشن از هير. كان بس بدي اقول شيء صديقي رافي هلا كان عم بيعيدنا اليوم شو ثانكس عيد الشكر ثانكس جيفن بكندا او بامريكا ثانكس جيفن جاي عيد السؤال بليز كنت عم اقول صديقنا رافي عم بيعيدنا رجعت سالت اليوم شو اسمها حلوه اوكي ثانكس جيفن يوم عيد الشكر ففرصه لاكيد احنا بنشكر رب كل نهار بالسنه بس اليوم فرصه انه الامريكان عندهم مره بالسنه الامريكان احسن شعب يا عم انت شو احكي لك تحيه لربكا اكيد تكفي او في شيء حابين تقولوه؟ لا خلينا نكفي لكينا خلينا نكفي تمار بشو انت بتحبي تشاركينا فيه ما بدكم نروح على عرق كل رواد الحكايه ونرجع نحن نعلق يلا قياده الكنيسه يقدم الرسول بولس ارشادات محدده بخصوص مؤهلات قاده الكنيسه حتى يمكنها ان تكرم الله وان تسير في هدوء وسلام. يجب أن يكون قادة الكنيسة مكرسين تماماً للمسيح، وإن كنت مؤمناً حديثاً أو صغيراً، فلا تتعجل الوصول إلى مركز قيادة في الكنيسة، بل اجتهد أن تنمي شخصيتك المسيحية أولاً، وتأكد من أنك تطلب مجد الله وليس تحقيق مطامحك الشخصية. الانضباط الشخصي. يجب على القائد في الكنيسة أن يلتزم بالانضباط، فكان يجب على تيموثاوس ككل قادة الكنيسة أن يضبط دوافعه وأن يخدم بأمانة ويحيا مترفعاً عن كل عيب، فيجب على كل خادم أن يحيا حياة لائقة أدبياً وروحياً. لكي تظل في حالة روحية صالحة يجب أن تضبط نفسك في دراسة كلمة الله وفي أن تحيا حياة نقية وأن تستخدم كل قدراتك الروحية. اهتمامات الكنيسة. على الكنيسة مسؤولية الاهتمام بحاجات كل الأعضاء وبخاصة المرضى والفقراء والأرامل. إن الاهتمام بأسر المؤمنين يظهر اتجاهنا للتشبه بالمسيح ويظهر محبتنا الصادقة لغير المؤمنين. لكن رجعنا ما عندك شيء تحكي عنه غيره رجعنا لكن على الموضوع كمان حلو انه مقسم ان حكينا عن التعليم الصحيح فيه عن العباده العامه هيك ما حكينا عنها كثير بعدين عن قياده الكنيسه الانضباط الشخصي واهتمامات الكنيسه اذا بدنا نحكي عن بركي انضباط الشخص كالقائد لانه عم بيحكي لها تيموثاوس مثل ما قلنا تيموثاوس حديث عمره صغير بقوله حديث او حداثه لا يستهان احد بحداثتك نعم. مزبوط ثانك يو نور عربي فكرت قديش مرات الواحد بيستعجل يعني بيتحمس وهيك خدمته للرب بصير بيتحمس بروح بيوقف بمحلات يمكن بعده مش قدها ان كان بالتعليم او بالانضباط الشخصي او حتى العمر فبيستعجل وبفوت حاله بمتاهات كمان كثير غلط حبيت انه عم بيحكي عن دوافع انه يكون كله لمجد الله نتاكد اذا نحن بدنا نعمل خدمه تكون لمجد الله مش لانفسنا بلاحظها كثير مرات لا ما بعرف اذا بتلاحظوا انه في كثير ناس بتركض على خدمه الموسيقى بتلاحظ انه خدمه الموسيقى انه هيدي مش اكيد مش لطشه لحدا يعني لا يعني في بنات خارجين لطش هي خارجين لطش ايه سو اتس امبورتنت انه نحن كموسيقى يعني الناس بتحب انه بالموسيقى كانه لانه في نوع من المجد لانه بنشوف بهوليوود والفنانين فيها المجد لانه والناس بتلحقهم وانا بحبكم فنتذكر انه بهيدي الخدمه خصيصا يعني اذا انا بدي افوت ماي اون هيك ادفايس انه ما نفوت بنركض على الموسيقى وعلى الترنيم ومش حاضرين ما بنعرف بعد انه نعطي المجد للرب فبدنا نروح وبنصير كمان بروح دوافعنا بمحلات كثير غلط هي خدمه التسبيح الخدمه الوحيده اللي اذا بتطلعي تقولي على المنبر مين بده يكون فريق التسبيح تاع الكنيسه كلها رفعت هي سبحان الله هذه الخدمه ليش محبوبه وهي عن جد انا مش بس بخدمه التسبيح باي خدمه اليوم لما بنطلع عليها لازم يكون في كثير وعي وانتباه انه انا مين عم بخدم انا شخص بلش خدمه بوقت صغير وبدك رايي بصراحه بقولها بتمنى اني ما بلشت خدمه بوقت صغير بتمنى لو تدربت اكثر بتمنى لو تعلمت اكثر لاني بوقت كنت عم بخدم وما كنت عايش بحاله صحيه روحيه مع الرب كنت عايش بعيد عنه بس عم بخدمه
بتصير، مش عم اقول انه هذا، بس بنفس الوقت كانت ضرتني. يعني انا بالنسبه لي عملت لي رده فعل، بتضر المسيح لو ما بدون الله اكزاكتلي، ضرتني لوقت طويل وتعبتني، يعني تعبتني لحتى قدرت اطلع منها. وبنفس الوقت بتمنى لو تعلمت، بتمنى لو كان عندي القائد. اول مره رحت على مصر بتذكر وشفت فكره انه في شيء اسمه قائد شخصي لك، تقعد معه كثير مهمة، تحكي معه قبل ما تدخل اي خدمه بتستشيره، هو صديقك بتحكي معه كل شيء. حسيت اف انا قديش محتاج هيك حدا، محتاج هيدا الشيء اللي اقعد ادرس معه الكلمه، محتاج هيدا الشيء. فكل هيدي الاشياء حسستني انه عن جد حلو. انا بعتبر حالي انه من الناس اللي اوكي تعلمت بالخدمه انا وصغير، تعلمت من تجاربي، وهيدي التجارب المتني الي بالدرجه الاولى. يعني انا اول شخص تألمت منه قبل ما الم اي حدا حوالي. بنفس الوقت اليوم كثير انا هيك بطلع عليا بفريق التسبيح عنا وباي محل، ماني معقد، مش انه ما بطلع على الموضوع. دائما بيجوني ناس بيقولوا لي انه بدنا نفوت على فريق التسبيح او كذا. انا بالنسبه لي ما عندي، نحن منا برنامج موسيقى او عم نبحث عن اجمل صوت واجمل موهبه وافضل شيء، لا مش هيدا هو المهم. القلب، المهم القلب. لو كان صار له 20 سنه عم يخدم الرب او لو كان صار له سنه بالايمان، المهم هو القلب، وهيدا الشيء بتثبت مع الايام. فحلوه الفكره انه ما يكون في استعجال، كثير حبيتها حتى بالتفسير هي عم تنقرا. بس انا كنت عم فكر تيموثاوس كان بولس عم بيقول له لا تدع احد يستهن بحداثتك بل كن قدوه. يعني قديش انا صراحه مش بعارضكم الفكره، بس انا بفكر انه لا بالعكس، تيقدر الانسان يكون قائد، ما بده يمرق باختبارات. الفرق يلي انا بقوله انه يكون في عنده شخص بيكون بولس هو اوريدي قائد. صحيح كان بولس، كان بولس هو بيو الروحي، بقى كان عم بيقوده بهالاختبارات، هيدا عم ينمى. ما في انا اكون خادمه وانا ما عندي، اي صحيح، لا بس انا عم بقول الواحد يبلش من حداثته، بس يكون في حدا دائما عم بيرجع له، دائما حدا، لانه كثير مهمه هالاختبارات. مشرف فوق خدمته ليتاكد انه ما، يعني انا بفكر بحالي، انا كان عمري 14 سنه وقت استلمت اولاد بمخيم مدرسه الاحد. كنت ما عندي خبره بعد بالاولاد، ما عندي شيء، بس كان في حدا عم يشرف علي، عم بيساعدني، وبعرف انه هول الاختبارات ساعدتني بالنضوج، تعلمت منه وكبرت. انما هيدا هو الفرق. انا معكم وقت تقولوا انه هيدا الشخص ما لازم هو ياخذ موقع قياده كبيره قبل ما يكون هو نضج من كل النواحي تقدر يستلمها، وبهيدا المرحله يكون مثلا مساعد، او مع الوقت يصير هو مسؤول عن شيء معين صغير، او يعني بصير يكبر مع الخدمه هي وعم تكبر. يعني هذا الشيء كثير بالنسبه لها، هذا الشيء كثير. لا يو رايت، هي 100% اللي عم تحكي صح، وهيدا اكبر احتياج اليوم للكنيسه اساسا. جيمي، ما في خدام، مو انه مش بس ما في اعداد للخدام، الكنيسه ما بتفكر بهيدي الطريقه انه انا بدي عد خدام، بدي عد قاده، بدي عد ليدر. عارفانين شو معنات كلمه انه انت ليدر؟ لو كنت خادم مدارس احد، او كنت خادم اطفال، او كنت خادم تسبيح، هيدي الخدمه. وشخص يعني انا بفهم اللي انت عم تقوليه، بس كمان الموضوع بيرجع للشخص، لان انا ممكن اجيب شخص وحطه بخدمه واقول له تعال اكون خادم وبدي اياك، وبلش شجعه، ولما بدي اجي اعطيه ملاحظه ما يقبل مني. اي هون بتكون هيدي مشكله هيدا الشخص. يعني بتبطل، انا عم بقول الشخص يلي هو مستعد، الشخص يلي هو بتشوف فيه هيدي الروح القياديه، بس بده تدريب، يعني بده يعبي عضل اذا بدكم عضل من كل النواحي. لازم يعرف، بعتقد اللي بيكون بالخدمه انه مش انت، لانه نحن عندنا الخدمه صار واقف على شيء ما بينطال، يعني مثل فانت بالخدمه، وانت يعني كيف انت بالشغل ومديرك بيقول لك صح وغلط، يعني لازم تعرف انه لازم فيك تنشال ان باي لحظه، ولازم تتعلم. اذا انت مش يعني الحلو انه بولس عم بيعلم تيموثاوس، تيموثاوس عم يتعلم. فاذا انا كخادم نفس الشيء، مش انه لا تستهين بحداثتك، يلا حطني محل ما بدك، ما تستخف فيي، لا، يعني في حكمه انه انت قد ما بتعرف قد ما بعطيك من حدا اكيد اوعى منه، واللي محل ما بتخبص بده يتعلم، لانه السيركل اوف انفلونس فيها تاذي كثير اذا كان هذا الشخص حد محل غلط. صح، سو ذس از واي لازم يكون في كثير. هيدي يعني هيدي هي، وانا ما بعرف يعني الفكره اللي براسي اللي عم جرب وصلها، انه انا معكم بكل اللي عم تقولوا، بس كمان الموضوع بيرجع انه انا ما فيني اكتشف الناس من دون ما اجربهم. ايه اكيد. وبنفس الوقت اذا بدي اجربهم بس بدي انتبه كيف انا عم جربهم. صحيح، بدها حكمه. وشو هيدا، فالقصه بده شويه حكمه، وبده وقت، وبده بنفس الوقت عن جد انه يصير هيدا القلب بالكنيسه. يا ريت الناس والهذا وتبلش كل الكنيسه تفكر انه نبلش نعد قاده ونعد خدام بطريقه صح.
بتعرفوا كنا وقتها كنا عم نحكي عن انه اعداد قاده، هذا الشيء ما خصه بالكنيسه، بس في برنامج بامريكا بسموه البيج براذر. هذا البرنامج هو بياخذوا طلاب من المدارس كبار وبياخذوا اولاد صغار يلي عاده بيكونوا يا اولاد ميتم او حدا منهم بيو تاركه او امه تركتهم او مرقوا بمشاكل بحياتهم، سو بياخذ هيدا الصبي او حتى البنت كمان بتاخذ كمان بنت تهتم فيها، بتكون مثل قاضي لها، بتكون مثل مرشده، بتكون مثل. وقديش حلو هيدا الشيء، لانه هل هو كشخص كهي هيدي الفتاه ولا الصبي يلي بيروحوا على المدرسه او الجامعه، قديش عم بيستثمروا بحياه هذا الصبي، وبنفس الوقت قديش هذا الصبي عم بيشوف قدوه صالحه بحياته. وانا بعتقد نحن بحاجه لبيج براذر بروجرام بكل كنايسنا، انه كل واحد يشوف ويجرب يربي اجيال عن جد تمجد الرب، ويكون كل واحد منا كقاضي يكون قاضي صالح. بس ما عم بقول انه نحن منا قاضي ضعاف، يعني نحن بنغلط. وشغلي هلا اذا رجعنا كمان للتعليم بالكتاب المقدس، حتى كقاضي اوقاتها بنغلط باللي عم نحكيه، اوقاتها عن عدم معرفه. وبقول هي انا اذا حدا اجى سالني انه لازم اقول له ما فينا، انا كقاضي ما اعرف. بس بتعرفوا انه انا بفضل انه القاضي يقول انا بعتذر بس انا ما بعرف، خلينا اعمل الريسيرش تبعي، خلينا اتعمق بهذا الموضوع، وخلينا ارجع له وبرجع بحكيك. سو انا كمان كنت عم فكر انه قديش لانه فيها مسؤوليه حتى كقاضي، انه نحن فينا نفرجي ضعفاتنا، وفينا هيدا بنرجع كمان لمواضيع كثير كنا نحكيها بمني لك، خصوصا بالتعليم، انه انا صراحه ما بعرف، يا فيك تسال حدا افهم بهالموضوع، او خلينا انا اعمل البروبر ريسيرش واتعمق بشو الكلمه بتقول. نقطه سريعه قبل ما ناخذ معنا اتصال، الخدمه منا سهله، هذه هي الفكره اللي كنت عم جرب اقولها. الخدمه منا سهله، واي حدا بده يدخل بالخدمه يعرف انه الخدمه منا سهله، وبرايي اللي بيوصل للمنبر بسرعه بيسقط بسرعه. صحيح. واللي بياخذ وقته ليوصل لمحله بيبقى بمحله اكثر، لانه عارف قديش تعب لحتى وصل بهذا المحل. فحلو كمان يكون في هيدي النظره وهيدا المخاف من المنبر. انا مره شاركت فيها وقلت لهم، انا ساعه اللي بحس حالي بطلت خاف لما بقود تسبيح بوقف قود تسبيح، لاني معناتها انا صرت اخذتها فور جرانتد، صرت عم قود بخبرتي ما بقى عم قود بالشيء اللي انا. فانا هيدي الخوف مهم. فمعنا اتصال لحتى ما نطول عليه. صديقنا ناصر من السعوديه، مساء الخير. هلا السلام عليكم. هلا مساء الخير يا ناصر، مساء النور، كيف حالكم؟ طيبين؟ مساء الخير، نشكر الله، بخير، مشتاقين نسمع مشاركتك. وسلام للاخ رواد في غيابه، وسلام لجميع المشاهدين. الموضوع كويس وانا تابعته، خاصه في رسائل الرسول بولس. انا ابغى بس اكد عليها وامر عليها. السيد المسيح عندما كان معلم في الارض كانسان ابن انسان، لم يصدر منه امر او نهي مباشر في الانجيل الشريف الا في ثلاث مواقع الحاجات معينه يطول شرحها، وكانت تستحق. امتاز خطابه بملائمه اذهان اللي يوجه لهم الكلام، يعني كان خطاب يكون مايل للين في مواقع تتلائم مع الوضع، وكان بعض خطاباته تميل الى اكثر من الليونه، يعني بما تحتاج من شده، وتتلائم مع اذهان او من يوجه لهم الخطاب، خاصه الفريسيين والكتبه والذين يغلب على اعمالهم الرياء. بولس الرسول عندما وجه رسائله لكثير من المدن، بعض هذه المدن الرب تمجد اسمه وكانت حديثة عهد بالإيمان، ولا زالت تحت موروثات وثنية فيما يتعلق في المعابد التي كانوا عليها أيام وثنيتهم من عادات وتقاليد بالية، من الصعب بمكان أنها تنزع. فكان بولس الرسول عندما يرسل هذه الرسائل لم تكن وصايا، لم تكن تعاليم ملزمة قدر ما هي توجيهات من أجل أن ينتزع تلك الموروثات التي كانت متعلقة بالوثنيات اللي توارثوها حتى في دور العبادة الوثنية اللي كانت في تلك المدينة أو هذه المدينة.
لما كان يقول مثلا لتصمت نساءكم في تلك الرسالة، كانت تلك المدينة يغلب عليها فيما سبق قبل رسالة السيد المسيح، كان يغلب عليها أمور وثنية جدا فظيعة تمس حتى الأخلاق في المعابد، وكانت هذه متوارثة ومترسخة في أذهان تلك أو ذاك المجتمع. فهنا الخطاب إنما لمحاولة أنه يشيل منهم تلك الرواسب الوثنية. الرب يبارككم، الإيمان المسيحي سهل وواضح زي ما قلت أخ نور. مع السلامة. شكرا لك يا ناصر. لكن هيك كمان دائما بيجي بيعطينا شيء فاليبل هيك اي شكرا. لكن لتمار تحكي لانه شكله المايكروفون تبعها مش ماشي. بنروح لبريك بنرتاح وبنرجع بنكفي الحلقه. قدوة في التصرف. اوكي طبعا نحن سمعنا قبل شوي تفسير، وهذا التفسير هو لكل رسالة تيموثاوس، وطلعنا شوي بالحديث عن الإصحاح الأول، بس حلو هيك كان تفسير ومسجله رواد وفتح هيك لمحة عامة عن كل الرسالة وفتح شوية نقاشات حلوة. بس تمار بعد محضرة أشياء من الإصحاح الأول من محل ما قرينا. بس قبل ما تمار تشاركنا بهول الاشياء شكلها في عنا رفيقتنا يلي دائما بتتصل فينا ومهضومه ومتحمسه دائما بتكون يعني فيك تسمعيها فيك تسمعيها. لكن بنقول لك مساء الخير ماريا. كيفكم؟ نشكر الله يا ماريا، كيفك انت؟ انا كثير اشتقت لكم صراحه، من كثير منيحه لانه شوي مريضه. سلامتك لهلا موسم ماريا، يعني الرب يحميك. موسم رشح وحراره، بس رغم من كل هالشيء ما بخلي الحماس. ايه امين واضح هالشيء. وانا بسلم على كارتو كثير وبوجه له تحيه، ان شاء الله يكون عم تحضرنا، وكمان بوجه تحيه لماركو، ان شاء الله تكون عم تحضرنا كمان. موضوع كثير حلو وكثير حبيته وحبيت اعطي رايي. انه الكتاب المقدس بده الانسان يقرا كذا مره، يعني مش بس لمره اولى ما يعتبره انه هينا كتاب وخلص يقرا اول مره ثاني مره بيتعلق فيه، لانه هو الكتاب المقدس نبع منا عاده، وكل مره اذا بنقراه مره ثانيه وثالثه بنكتشف فيه اشياء جديده ما كنا عارفينها. يعني اذا بنرجع بنقرا بنتعمق فيه اكثر، نتعلم اشياء ما كنا معلمينها، وننتبه على اشياء نحن ما كنا منتبهين لها. وبيعطي السلام الداخلي. فكان بدي اقول انه في فتره ما كنت اقرا الانجيل قبل ما انام، هلا صار لي شي جمعتين عم بقرا الانجيل قبل ما انام، وبس اقرا الانجيل قبل ما انام هيك بنام مرتاحه ومبسوطه، وصرت نام منيح بالليل، ويعني ما عاد عندي هالخوف وهالشك بقى يلي كان عندي اياه قبل. وكمان بصير عنا انه نحن بنصير افضل وبنصير نطيق كلمة الرب، وكمان الواحد لازم انه يقرا ويطبق بنفس الوقت. واذا شي مره صار في تمايل نحن عم نقرا بالكتاب المقدس
ومثلا الناس يقولوا لنا ما صار هيك بالكتاب المقدس، ما صار هالشغله بالكتاب المقدس، مستشير اشخاص دارسين لاهوت اكثر، خليهم يفسروا لنا اكثر، كمان اذا بدهم في كتاب بيقدروا يفسروا الانجيل، وانا بنصحهم انه انا كل يوم الساعه 8 ونص عشيه بس خلص درسي عم بعمل تامل، وكنت اليوم عم بعمل تامل على ملوك الاصحاح الرابع لما سليمان طلب منه الحكمه. يعني عن جد موضوع كثير طويل، بس بنصح الناس اللي يعني عم تسمعني هلا انه تعمل تامل اكثر. وانا بس هيك كان بدي اشارك رايي، وبطلب منكم صلوا لي كثير، وان شاء الله حرارتي ترجع طبيعيه من هلا لبكره. أكيد يا ماريا، شكرا على مشاركتك بالرغم من أنك صاخنة ومريضة، بنصلي أنه الرب يصحك قريبا جدا، بس عن جد مثل ما قلت الحماس هو نفسه، يعني لو ما قلتينا ما كنا حسينا أبدا. مرسي كثير، وأنا بدي أقول شغلة أنه ما بنساها لجهان أبدا، مثل هذا رح وجه لها تحية، وعن جد مشتاقة كثير أسمع صوتها، وبس كان بدي شارك بهيدا الموضوع لانه عن جد كثير حبيته، وانا بحبكم كثير، وتصبحوا على خير والرب يبارك. وانت من اهل، شكرا كثير لك يا ماريا. يعني ماريا راح تنام لك تصبح على خير، نحن لنا بعد بعدنا نسمع تمام. كان بدي اقول شيء بس نسيت. كلنا قدام صغير. في آية كثير حبيتها حافظينها يمكن من زمان، حسيت انه هي نوعا ما بتلخص الانجيل اذا في يقول ما بعرف. صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول، ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا. قديش حبيت التواضع، قديش حبيت الفكره اللي احنا عم نحكي عنها، الفكره الجوهريه تبع الكتاب هي وملاقيها موجوده كثير، وملاقيها ممهده من الاول للاخر على فكره مجيء الرب اللي هو جاي للخطاة لحتى يبرر الخطاة ويعطيهم حياة جديدة. في كمان الأعداد من 12 ل 17، بدي ما بعرف إذا بعذب حدا يقراهم، بلكي جويس. من 12 ل 17. من 12 ل 17 بتقول: وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني، إنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. لكنني لهذا رحمت، ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور. آمين. مين قديش قوية هالكلمات. هذيك مرة كنت عم اليوم كنت عم شارك، وهذيك مرة كنت عم فكر إذا بولس عايش هلأ مين بيكون؟ لو بولس كشاول عايش هلأ مين كان بيكون؟ كان بيكون مضطهد. إيه كان بيكون حدا مضطهد، حدا عم بيقتل، حدا ما ترك شيء ما عمله. ما هو عم بيقول لاني كنت قبلا مجدفا، يعني اول شيء جدف، كان بجدف، هو عم بيعترف مضطهدا مفتريا. بس الاول بيقول ولكنني رحمت. قديش ثقه بولس قويه انه خطاياه غفرت. يعني في حدا عمل افظع من بولس اذا بدي افكر؟ حدا اضطهد، وحدا قتل، وحدا كان اذا بنشوف بالكتاب رجم ستيفانوس قعد يضحك ومعه ثيابه، حدا كثير كان مبسوط باللي عم بيعمل ومفكر انه هو عم يعمل خدمه للرب. فهو هون عم يقول كنت مجدفا كمان. فاحيانا يمكن نحن بنحس، وهيدي كلمتني انا بالذات، احيانا بنحس بعبء الذنوب اللي احنا عم نعملها، او حتى احيانا بندين عالم على عبء على ذنوب هنا عم بيعملوها. بس اذا بنطلع كثير منيح بهيدي الايه، بحس اذا كل واحد فينا عنا هيدا الانكسار لما بيقول لاني فعلته بجهل في عدم ايمان. ممكن وانا اول واحدة من هدول الاشخاص اللي عملت اشياء اعتبرت انه انا عم بعملها بحكمه، طلعت هي بالاخير عن جهل. حسيت بالقوه، حسيت برحمه الرب لما جيت واعترفت اني انا غلطت. ما غلطت لا، كنت انت شوي عم تحكي على انك انت خدمته وانت وصغير، وكنت بتحب لو انك ما خدمته وانت وصغير. كلياتنا اللي خدمنا واحنا صغار غلطنا، وخصوصا انه احنا ما عندنا الارشاد، ما عندنا الشخص اللي يبعث لنا رسائل ويقول لنا شو نعمل وشو ما نعمل ويوجهنا.
انا غلطت كثير باشياء، خصوصا لما فكرت وصلت لمرحله فكرت انه انا مسيحيه وفي اعمل اللي بدي اياه وانا الكول وانا بس حافظ على علاقتي بالرب. وين كانت علاقتي بالرب؟ هلا عم بفكر فيها اذا بعمل لها تقييم، كانت علاقتي بالرب عباره عن بشيء لارضي فيه غروري، لارضي فيه ذاتي. ما كانت العلاقه القويه. لما تعلمت العلاقه القويه عرفت انه انا غلطت، فجيت وانكسرت وقلت له هيدي الكلمات، فعلت بجهل في عدم ايمان. حلو انه نعترف وحلو انه ندرك انه شو ما كنا وشو ما كنا عاملين، الكلمات بتقول ولكنني رحمت وتفاضلت نعمه ربنا. هي فيري نايس. بتعرفي يعني انت عم تقولي انه في حدا فظع اكثر من بولس، بيقول هون بحب كثير هالايه، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في انا اولا كل انات مثالا للعتيدين. يعني انا مثل انه انا كل الخبص في لهذا رحمت، فما حدا يقول انا اعلى وما في رب ما يسمحني وما في توب، انا مثال، انا بخبص كل الخبصته مثال للعتيدين ان يؤمنوا به للحياه الابديه. كثير كثير بحبها، يعني بحب انا اكون اولى، يعني بمحلات بحياتي انا بمحلات كثير كثير ضعيفه بدي اقول لهم انه انا اكزامبل اوف كيف الرب خلصني. انا هيدا لكم مثال انه الرب في شيلكم من اللي انتم فيه. هيدا بيعطي كثير رجاء للحوالينا وقت يكون عندنا هالتستمني هالشهاده مثل ما بولس عنده هالتغيير الكامل، يعني بطريقه بمجد الرب فيه. بعدين بقول لهم انه انا مثال، بس الله بيقدر يعمل هذا التغيير. مزبوط. اوكي رح نكمل بهذا الحديث، بس معنا اتصال من كيرلوس من مصر. مساء الخير كيرلوس، ازيك؟ الو 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 الو، مش سامع كويس. الو، احنا سامعينك، تفضل. كيفكم؟ وحشتوني كثير كثير. انت اكثر. وحشتني كيرلوس، اخباركم؟ ووحشني اوقات جدا وسلمين عليك خالص. وصل. انا مش انا كنت بشتغل وكده، فكنت مشغل التلفزيون، فمش عارف يعني الموضوع اللي بتتكلموا عليه في الخدمه وكده، لكن ما ركزتش في الكلام. لكن فعلا زي ما بيقول اخونا ان الخدمه مش سهله ابدا، وان الخادم ده يعني بيضحك حاجات كتير. والخدمه دي عمرها ما كانت سهله، بس على قد ما هي مش سهله على قد ما هي جميله جدا انك تبقى واحد من تلاميذ الرب يسوع. انا كنت في يوم من الايام خادم وكنت برنم والشيطان ضحك عليا وخدني من ربنا، وابتديت ادخن واشرب سجاير وابتديت اشرب خمره وابتديت اعمل حاجات مش لذيذه. يعني رجعت تاني بنعمه المسيح، وبقالي اربع ايام المسيح كان بيكلمني فيهم، وكان وبطلت التدخين وارجو الصلاه من اجلي، وبحلم يوم من ايام الخدمه تاني يرجع. يعني بحلم ان الخدمه دي تنزل، على قد ما كانت صعبه جدا، بس على قد ما انت بتعيش مع رب يسوع وبتتكلم معاه كل يوم وقد ايه الخطيه خاطئه جدا، فحتى ان كانت الخدمه مش سهله بس اجمل من انك تبقى فارغ اليدين وفارغ العقل وفارغ القلب يعني. بس يعني وربنا معاكم ويوفقكم يعني. شكرا كتير يا كيرلس، شكرا الاختبار الحلو. شكراكم جدا، سلموا لي على روادي يعني. وصل وصل. شو حلو شهادة لكيرلس، يعني عمل شيء مثل ما كنا هلا فورا عم نحكي عن بولس، انه طلع وشهد وحكى انه كيف كان بضعفه لكن الرب هلا رجع يستخدمه. هيدا شيء حلو، هيدا شيء محتاجينه اليوم، وهيدا شيء بيأثر فيني انا شخصيا لما بشوف ناس وعم بشتغل على هيدا الشيء بحالي. وهيدا البرنامج كان جزء برايي انا من الشغل على حالي، بانه هيدي الصراحه وهيدي المثاليه اللي ايام بنحط حالنا، وهيدي المثاليه مش كتابيه. اذا بدك فيك نصلي هلا لكيرلس، من بعدها بنروح دغري على ترنيمه هيك للرب يثبته، لانه اختباره صار له اربع ايام، سو بعد بده هيك الرب يقويه. يا رب نشكرك على محبتك يا رب الكبيره، نشكرك على مراحمك يا رب، نشكرك لانه انت ما بتترك حدا يا رب بخطيته يا رب، ولكن تظهر ذاتك وتعطينا يا رب طريقة وطرق لنحنا نطلع يا رب. بشرك على كيرلس لأنه تاب يا رب، لأنه رجع من خطيته يا رب واعترف بذنبه وطلب الرحمة وطلب الخلاص. يا رب منصلي أنك أنت تثبته باسم يسوع. يا رب منصلي يا رب أنه كل نير وكل عبودية تنكسر باسم يسوع. يا رب منصلي أنك تعطيه
يا رب حياة جديدة، قلب جديد، صفحة جديدة يا رب معك، يختبرك، يعرفك أكثر، يتعمق يا رب بمحبتك لإله، يتلذذ فيك ويثبت يا رب المحبة يا رب اللي أنت عندك إياها لإله. يا رب صلاتي إنك تعطيه الحكمة يا رب والصبر ليعرف يروق يا رب كيف يختلي معك أيام وأيام وأيام ويشبع منك يا رب، وأنت بترجع بتحضر الخدمة بالوقت المناسب يا رب، ما يستعجل وخليه ياخذ هالوقت بس ليحبك ولأنت تحبه يا رب. منصلي إنك تكمل معه وتقويه يا رب ضد كل خطية معقول ترجع تجي يا رب، وتجرب هيك تعطيه هيك بتجربة يا رب، إن ما كانت يا رب أنت توقف يا رب معه وتساعده باسمك يا رب منصلي. مين؟ أكيد منحب نسمع من كرولوس الأسبوع الجاي أكيد حتى شجعوا أكتر. طيب هلأ شو بدنا نسمع؟ رح نسمع ترنيمة Breathe It to Life ونصلي هيدا يكون صلى كل واحد منا. كنا من بعد هالترنيمة رح يكون في عنا هلأ فترة سكايب سوا، سو هي وتمار عم بتحضر، رح أقرأ في عنا ثلاث أسمسات وكلهم طلبات صلاة. في عنا شخص من الأردن بيقول أرجو صلاة لأجل الارتباط بشخص من يد المسيح وشكرا. وشخص ثاني من سوريا بيطلب بيقول أرجو صلاة من أجل أخي باسل لكي يحميه الرب ويجمعه بشريكة حياته ويعوض له عن كل السنين التي أكلها الجراد باسم يسوع. في عنا كمان مفايز من العراق كتير مهضومة بتقول سلام المسيح، شو قلبي أن أعرف أحوال أبنائنا عبادي وعبد المنعم وأحمد من العراق. مفايز بقى قديش حلو إنه بعد
بعد فترة طويلة عن جد الأشخاص بصيروا يسألوا عن بعضهم. أنا هذا الشيء من 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 أكثر الأشياء بتفرحني ببرنامجنا، إنه عبر هيدول السنين كتير صار في علاقات حلوة بين الأشخاص وصلوات وصداقة يعني. بشكر الله وخبرات مشتركة أكيد أكيد. طيب أنا رح أخذ هلأ شوي منك وأقرأ رسالة وصلتنا من عبد المنعم. أحبائي الأعزاء، تحياتي وحبي لكم جميعا. أود أن أقول لميرنا أني أرسلت لها ما وعدتها به وسوف تصلكم في خلال أسبوعين. وإن كنت أريد أن أرسل لكم بعض الهدايا، يا رب تصلكم. شكرا شكرا لكم، خصوصا جيمي التي أتأثر بها للغاية. واو شكرا يا عبد المنعم، شكرا شكرا كثير. أفرام عم يحكي لنا سكايب، بنرد عليه بنرجع نكمل. يلا يلا هيا بنا، بس رح نضطر نرجع ندق له لانه طنشنا. وعلى فكره عبد المنعم، بس بحب اقول لك انه ما بعرف اذا عم تسمعنا هلا، بس ام فائز طلب سالت عنك ودغري وصل هو كمان عم بيحكينا. ازيك يا أفرام؟ الو الحمد لله. ازيك يا جيمي؟ ازيك يا جويس؟ ازيك يا اهلا. صوته صوره كله حلو. كله حلو. انت كيف هالمحل؟ وحشتني. اهو تماما اهو قاعد اهو. بصوا وين الشوكولا؟ فجينا الشوكولا. وين الشوكولا؟ الشوكولا اهي. الشوكولا مش حيالله كاتبري كمان لكل هلا. بس نحن اربعه. اوكي شكرا. وصلوا افرام كلهم عنا هيدول. يرحمنا يا افرام. يرحمك يرحمك وحدك. وحشتوني كثير. شكرا لك. نحن كمان. شو اخبارك؟ انا اخباري كويسه، يعني مش عارف اقول لكم، يعني يمكن في ذبذبه في حياتي شويه احكيها لكم. يمكن حسيت الفتره اللي فاتت ان انا يمكن في حاله ضيقه شويه في حياتي، بس مجرد ان انا لما بصلي واقعد اتكلم مع ربنا بتخلي حياتي فيها فرح سلام، ويمكن بحس ان هو احسن صديق ليا ان انا اقعد اتكلم معاه، وافضل من ان انا اقعد اتكلم مع اصحابي. يمكن بيجي وقت ان انا ممكن اقعد ارنم واسبح، واليوم اللي انا ما اصليش فيه بحس ان في حاجه ناقصاني. يعني احس ان انا في تجربتي ان انا الصلاه حلوه قوي، يعني الواحد من غير صلاه فعلا ما ينفعش يعيش. ده اللي انا اقدر اقوله في حياتي، بس في بركات ربنا بيعملها. ربنا بيديني امل في الحياه، بيشيل الزعل اللي جوايا، يثبت لي ان يسوع موجود في حياتي، وان يسوع بيمد ايده لان انا كل ما حرمي همومي عليه هو بيشيل. امين. كثير حلو افرام، وفعلا هو اهم شيء بالحياه المؤمن هي الصلاه، لانه هي الوسيله اللي نحن بنتواصل فيها مع ربنا، هي الطريقه اللي نحن بنحكي فيه معه. وكل ما انت قريب منه وعم تصلي له وعم تقرا بكلمته، اكيد هو رح يحسسك بقربه، رح يحسسك بمحبته اكثر. فانت عم تشجعنا ونحن اللي عم نجرب نشجعك اكثر. امين. وانا امين. انا بنبسط دايما انتوا بتردوا على رسائلي، وبقول لكم ربنا يبارك لكم يبارككم، ويسوع بيحبكم قوي عشان انتم بركه في حياه ناس كتير. شكرا يا ابو. شكرا لك. شكرا لك. يلا مع السلامه. باي. ست حال رحت على مصر. واو عن جد شفت الصوره واضحه. صحيح. بعد في حدا؟ تليفون سكايب لا، بس في مسجز. اوكي. صديقتنا جينان بعثت لنا هلا عم تقول سلام الرب معكم اخوتي في الرب. نور ثلاثي لك معزيه. تمار اشكرك على قراءه الرسائل وعلى تعبك. جويس اللي متعلم كل خميس شيء جديد عن الكتاب المقدس. جيمي محبوبه الجميع الصريحه. اخيرا رواد الطيوب الذي يصلي للجميع. رب يبارككم، اشكركم على الصلاه. يا رب من تقدم الى تقدم، وانا بصلي لكم كثير. صلوا لاجل الناسحين لانه اجت مطر وغرقتهم بالمي وبسبب الفيضانات. جينا من العراق. اكيد الفتره الماضيه يمكن تفكيرنا باللاجئين كان كثير كبير نتيجه المطر اللي نزل، فممكن بلكي فينا نصلي لهم كمان. اكيد هلا مع السقعه. في ما حدا يروح لبعيد. اوكي. في صديق حط لنا بوست على الوول، نشر منشور على هاي. سلام الرب معكم، انا بحبكم كثير، انتم بتشجعوني دائما. انا كمان ابليس بيعمل معي زي جنان،
لان انا ابني عمره 4 شهور وعنده مي زرقاء في عينه، وكثير ناس من خدام الرب صلوا وقالوا انه الرب بيقول لهم انه حيحصل معه معجزه. وانا واثقه في ده، وبالفعل دخل الشهر اللي فات العمليات وعمل فحص تحت مخدر، وكنا دافعين فلوس العمليه قبل ما يدخل، لانه الدكتور قال انه في نسبه 90% انه هو حيعمل العمليه بعد الفحص مباشره. بس فوجئنا انه طلع الدكتور وقال ما في شيء من اللي شفتوه قبل ومش حيعمل العمليه. شكرنا رب كثير، لكن الدكتور قال انه حنعمل له فحص بعد شهر للتاكد ومعاده الاسبوع المقبل، ولسه كل اعراض المرض موجوده عنده. وكل ما صلي ابليس بيقول لي انه ابنك لسه ما خفش، رغم كل الناس قالوا وكل اللي صار، رغم كل الناس اللي قالوا كل اللي حصل، وانت بتصلي ليه ثاني؟ هذا ابليس عم بيقول لها، وخلص ابنك حيعمل العمليه وربنا مش بيسمع لك. بتطلب منا انه نصلي من اجله، من اجل ايمانا بلكي، ومن اجل ابنا. داني ماركو اسم ابن داني؟ لا، اسم حدا اللي حطنا البوست. اوكي. في من ساندي بتطلب كمان، ما بعرف اذا قريتها. لا، هاي احلى شباب واحلى فريق مني الك، كيفكم ان شاء الله زينين؟ انا صديقتكم ساندي من استراليا. اطلب منكم ان تصلوا من اجل امتحانات ومن اجل عائلتي. بتطلب ان اصلي من اجل عائلتها كثير. رب يسوع يبارككم. ساندي من استراليا. بيتر، الرب يبارك حياتكم. انا بيتر من سوريا من الشام. انا بحب اعلن بركه على حياتكم وعلى الخدمه. الرب يسدد كل احتياج الخدمه وتكونوا بركه لكل الناس. ثانك يو. وبالاخير عندي عندي ايميل من صديقتنا كمان، ما حاذكر اسم، فيا ريت ما نحطه على الشاشه. بتقول انه هي عمرها 23 سنه، هي بحاجه لصلاه. هي صار لها مدمنه على المواقع الاباحيه من وقت ما كان عمرها 6 سنين، وما عم تقدر تتخلص من هذا الموضوع. لما بتحس بكآبه، لما تحس بوحده، لما تحس بغضب، بتلجأ لهدول المواقع لحتى تعبي هيدا الفراغ. ولما بتلجأ لهيدي المواقع بتحس بالذنب، لانه هي بتعرف انه هيدا الشيء غلط، وهي هي حابه تتحرر منه. من 4 سنين انفصلوا اهلها. هي عايشه مع ابوها بس ما بتحكي معه، ما بيحكوا مع بعض. من شهر فبراير، هذا الحكي من شهر فبراير، في شهر شباط الماضي. وهيدا الشيء خلاها تحس بوحدة أكثر بالبيت، لأنه هي ما عاد عندها حتى تحكي معه. هي بتحب الله كثير بس ما عم تقدر تتحرر من هيدي الخطية بالذات، فبتطلب إنه نصلي من أجله. حصلي من أجله. وأنا أخذت بس لقلي أنا شرط ما عم تسمعنا، يمكن من عمر 16 بركة نسيت رقم، وبعرف المواقع إباحية عمر 6 كيف بدها. anyway، بس المهم، بس إذا عم تسمعني، أنا أخذت الإيميل تبعك وأنا حكون عم ببعث لك مسج هيك، لأنه شيء مثل هيك أكيد حنصلي لك، بس بده أكثر من صلاة، بده نتابع وتلمزة. فحجرب قد ما فيكي أنا ساعدك، وانبسطت إنك أنت كتبتي بالإنجليزي، لأنه في كثير قصص فينا نعملها مع بعض تكون بالإنجليزي، بالعربي أنا ما بقدر. سو ان شاء الله تكون بسيطه الرساله، ان الله راد بكره اذا مش بيكون جمعه الجاي. قديش حلوه هذه المبادره منك يا جويس. واكيد فينا نذكرها بالشيء اللي هلا حكيناه عن بولس، انه ما في خطيه لا تغتفر، كل الخطايا بس نحطها قدام الرب، اكيد هو حيساعدنا فيها. يمكن سهل الحكي، انا ما عم بحكي من عندي، انا بحكي بولس شو قال. يعني حدا قاتل وحدا عامل لما رجع لعند الرب كتب لنا هيك، كتبنا هالكلمات، قال لكنني رحمت بسبب نعمه الرب. فاكيد الرب قادر انه يعمل، كيف ما بنعرف، لازم نختبره هيدا الشيء. فانا بس حبيت ذكره، واللي هي موجوده برساله بولس لتيموثاوس الاصحاح الاول من اعداد 12 ل 17. امين. طيب شو رايكم، صار في طلبات صار كثيره لازم نرجع نصلي، فشو رايكم نطلع نشوف الكليب لفريق ترانيم السما، هللويا هللويا سبحوا الله، بنرجع بعدها بنكون عم نصلي لكل اصدقائنا.
قبل ما نسمع ترنيمة ونصلي، في حدا حاب يشاركنا؟ صديقنا جاد حاب يطلب منا طلبة صلاة. مساء الخير، أشكر رب من أجل برنامجكم، تحياتي لكم جميعا. لو سمحتم أنا بحاجة ماسة لصلواتكم لأني أمر بفترة حرجة طبيا وماديا. شكرا لكم ورب يبارك خدمتكم. إذا فينا نزيد جاد. حبك أكتر من كل الناس، مين اللي ادالك الحياة والخلاص، مين اللي في حزنك هو حاسس بيك، اوعى تفكر انه في يوم ناسيك، مين اللي حبك أكتر من كل الناس، مين اللي ادالك الحياة والخلاص. يا رب فعلا يا رب ما في حدا يا رب أحبنا مثل ما حبتك، ما في حدا يا رب عمل اللي أنت عملته، ترك كل مجده بالسماء ونزل من أجلنا نحن الخطاة يا رب لحتى يموت على الصليب. ما في حدا يا رب ضحى ووصل لمرحلة من الحب أنه يموت من أجلنا يا رب ويشيل يا رب أثامنا وخطايانا وضعفاتنا، صير لعنة من أجل أنه نحن نتحرر. يا رب قد ما منشكرك على هيدي المحبة، قد ما منشكرك على هيدا العمل، ممنو فيك جزء صغير يا رب من الآلام اللي تألمت بهيداك اليوم، لكن شكرا يا رب لأنك أنت حي، شكرا لأنه كلمتك يا رب
بقيت يا رب موجودة لليوم يا رب، تعلمنا، تشجعنا، تعزينا، تعطينا قوة يا رب. بشكرك يا رب من أجل أنه فتحت لنا وقت يا رب للناس تشاركنا بوقت نصلي. نحن عارفين أنه يا رب نحن بقوتنا ولا شيء، لكن أنت اللي بتسمع كل صلاة، وأنت اللي بتستجيب يا رب، وأنت وقتك غير وقتنا يا رب، وأفكارك غير أفكارنا، طرقك غير طرقنا يا رب. بصلي يا رب من أجل صديقتنا يا رب اللي شاركتنا بموضوع ابنها، أنك أنت تعطيها يا رب قبول يا رب، وأنك أنت يا رب تعطيها ثقة فيك، وأنه يا رب مش مهم شو الاسم، لكن المهم القلب يا رب، والمهم أنه هي وعيلتها وابنها يعرفوك يا رب. منصلي أنك ترتب لهم حياة أفضل، تشيل عنهم أي ضغوط يا رب، وإن كانت الهجرة هي الحل فأنت افتح قدامهم الأبواب يا رب. نشكرك يا رب مع إيفا يا رب أنك أنت استجبت لصلاتها ولطلباتها يا رب. بصلي يا رب من أجل لهيب يوسف، بصلي من أجل كنيسة بالسودان يا رب أنت تكون معهم، تقويهم، تشجعهم بهيدا الوقت يا رب. نشكرك يا رب مثل ما منتشجع يا رب بكل مرة يا رب صديقنا ناصر من السعودية بيتصل فينا وبيشجعنا يا رب. نشكرك من أجل محبته، من أجل تواضعه، من أجل الحق اللي مزروع فيه يا رب، والواضح كل مرة بيحكي معنا فينا وبيعلن الحق يا رب بصورة واضحة يا رب. نشكرك من أجل ماريا يا رب، ومن أجل إنه هي يا رب بحداثتها يا رب بتحبك، بتصلي لك يا رب، عندها ثقة كاملة فيك يا رب، منصلي إنه تكبره يا رب وتكبر هيدا الإيمان يا رب. نشكرك من أجل كوريلوس يا رب وهيدي الشجاعة يا رب إنه اليوم يشارك يا رب بهيدي الطريقة عن اختباره يا رب، له 4 أيام يا رب وقف تدخين، وقف الشرب، أنت كون معه، سوق بإيده يا رب، هو ضعيف لكن قوته في الضعف تكمن يا رب. يا رب منصلي يا رب مع صديقنا من الأردن من أجل الارتباط يا رب. يا رب أرجوك أنت يا رب، بعرف كشباب يا رب منفكر يا رب بهيدي الأمور يا رب ومنتحمس يا رب، لكن أنت يا رب حط إيدك على مشاعر يا رب، وعطي يا رب الوقت المناسب والاختيار المناسب يكون منك يا رب، يعرف كيف يختار أفضل اختيار له يا رب. بصلي أيضا من أجل باسل يا رب لشريكة حياته يا رب، ولتحميه يا رب بهيدي الأوضاع يا رب. بصلي من أجل إنفائز يا رب ولصديقنا عبد المنعم، لصديقنا أفرام يا رب، أنه يتعمق أكثر بشاركته معك يا رب وبالصلاة يا رب، وياخذ خطوات أكثر وأكثر يا رب. بصلي من أجل جيناني إله القدوس يا رب أنت تكون معه يا رب. بصلي من أجل نازحين يا رب اللي بهيدا الوقت يا رب ما حدا بيعرف شو عم يمروا، ولا حاسين يا رب بربع الألم اللي هن حاسينه يا رب، لكن أنت حسيت، أنت كنت بردان على الصليب يا رب، كنت عاري، أنت عارف يا رب هن شو مرقوا يا رب. يا رب أرجوك يا رب عزيهم يا رب، ساعدنا يا رب كأولاد إلك يا رب نقدر يا رب نعزيهم يا رب، ولو بكلمات ولو بأشياء بسيطة. صلاة يا رب لأجل داني يا رب، لأجل صديقتنا داني يا رب اللي شاركت معنا من أجل ابنها يا رب، إن كان إبليس عم يحاربها يا رب بيشككها يا رب، أنت إذا كنت قررت تتمجد وتعطي شفاء كامل يا رب فنحن مؤمنين أنك أنت قادر يا رب، وإن كنت بدك تشفيه يا رب عن طريق العملية أنت قادر، لكن صلاتنا من أجل شفاء يا رب، صلاتنا من أجل شفاء كامل يا رب بالطريقة اللي أنت بتشوفها. نحن نؤمن فيك يا رب ونعلن إيماننا الكامل، بصلي أنك تشجعها، تقوي إيمانها إله القدوس يا رب بهذا الوقت أنك أنت شفيت ابنها يا رب. بصلي من أجل ساندي بأستراليا والامتحانات يا رب وعيلتها يا رب. بصلي من أجل صديقنا بيتر يا رب يا رب، وبصلي من أجل صديقنا جاد يا رب اللي عم يمر بفترة حرجة يا رب ماديا وطبيا يا رب. بصلي يا رب من أجل يا رب صديقتنا يا رب زميلتنا يا رب تانية جوهرجي، هي وعيلتها يا رب اللي فقدوا يا رب أحد أقربائهم يا رب، أنك أنت تكون حاضر معهم بتعزية يا رب، تكون معهم يا رب، تقويهم، تشددهم، تعزيهم يا رب بهيدا الوقت يا رب الصعب يا رب. أيضا يا رب بالأخير بصلي من أجل صديقتنا اللي شاركتنا بإدمان يا رب، يا رب بولس كان يقتل يا رب، بولس اضطهد الكنيسة، أيام إبليس بيجرب يورجينا خطايانا بشكل كتير كبير وبشكل كتير بشع يا رب. صلاتي الوحيدة يا رب أنه صديقتنا تشوف حالة بعيونك، تشوف قديش أنت بتحبها، وتشوف قديش أنت يا رب حابب أنك تغيرها، خليها تشيل عيونها يا رب من خطيطة ومن حالة يا رب وتطلع عليك أنت وحدك يا رب. يا رب نحن من آمن أنك أنت قادر أنك تحرر بشكل كامل، ما في شيء بيصعب عليك يا رب، ما في شيء إله القدوس يا رب صعب يا رب. يا رب نحن نطلب وأنت بتستجيب، أنت قلت تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب منحط بين إيديك هيدي الأتعاب، هيدي الأمراض، هيدي الأحمال، هيدي الأثقال يا رب، نطلب منك بالأيام الجاية يا رب أنك تريح كل حدا فينا يا رب باسم ابنك يسوع، آمين.
من بعد عن جد من بعد هيك هالصلاة الواحد بيحس حاله عن جد بالسما وبحس ما بدي تنتهي ما بدي تنتهي. تمار كنت حابة تشاركينا بشي حدا بعته بنفس الجو اجواء الترنيم. صديقنا عنان او انان ما بعرف اذا عم بلفظ الاسم صح عم بيحتفل او عم ببشرنا بطلوع الالبوم تبعه وطالب منا اذا فينا نشارك منه. هلا انا رح احط صوره الكفر وبلكي بعد شوي فينا نسمع مقطع من الترنيمه. اوكي رح الانترنت. اوكي لكن بركي لبين ما ترجع تمار تجرب بركي تطلع الانترنت. خلينا نروح على ترنيمه اوهام لنزار فارس. وعن جد قديش معه حق نزار، حياه كلها اوهام بدون يسوع اوهام. مثل ما وعدنا واقف اذا عم نقدر نشوف صوره الكفر تبع السي دي ما اشهى محبتك لصديقنا عنان سلوم. بنقول له الف مبروك وان شاء الله هيك الرب يتمجد ويستخدمه اكثر بخدمته. ان شاء الله الاسبوع الجاي نسمع شيء بسيط منه. يس للاسبوع الجاي فايزان بنقول باي باي.